السلام عليكم يا جدعان، النهارده جاي لكم فيديو جديد. الفيديو النهارده هيكون عباره عن مقلب. يعني انا جيت من الامتحان نمت على طول، ما حدش عارف عني حاجه، ونزلت على الواتس الحمد لله وحطيت قلب مكسور مع ان انا حليت. فصحيت من النوم لقيت ايه، اخ صغير لا اسمه احمد بلاطه، لقيته ايه عمال يكلمني وعملت ايه عملت ايه عملت ايه عملت ايه. انا بقى ايه هقول له ان انا ما حليتش حاجه خالص في الامتحان، والدكتور ايه قطع لي ورقه الامتحان. فانا دلوقتي ايه هقول له الدكتور قطع لي ورقه الامتحان كده، واشوف رد فعله ايه. هو كده كده بابا يعني عارف ناس عندي في الجامعه وكده، فانا ايه هشوفه هيعمل ايه وهيقف معايا ولا لا او كده. مش هطول عليكم اكتر من كده، اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. يلا بقى تعالوا نشوف المقلب. بصوا يا جدعان، احمد بلاطه دلوقتي فضل يبعت لي رساله على الواتس كتير كتير كتير. ايه يا عم انت صحيت وما ردتش عليا ليه؟ انت عملت ايه عملت ايه؟ فانا دلوقتي هرن عليه من تليفون اخويا ونشوف ايه رد فعله واشوف انا هعمل معاه ايه. الو ايه يا بلوط، ايه ضايرين عليك يا اسطى عشان تصور يا اسطى بالكرسي عليا يا اسطى؟ انا مش طايق حد يا اسطى، سيبني مش طايق اصور. ايه حبيبتك سابتك ولا ايه يا عم؟ يا ريتها جت في كده يا عم. ايه ساعة انت عملت ايه في الامتحانات يا عم؟ يا عم سيبني بقول لك بقى، مش طايق نفسي مش طايق اتكلم في الحوار ده. الدكتور يا عم خد مني الورقه بتاعت الامتحان من اول سؤال وقطعها لي يا اسطى. دي حاجه فيها هزار يا اسطى، انت مش فاهم في ايه، دي ما فيهاش هزار يا عم. عمري ما حصل دي ولا حد بيعملها بياخد ورقه دي يا عم. انا عشان انا كنت شايل ماده يا عم الترم اللي فات، والدكتور ده كان واقف عليا، هو اللي شايلني الماده دي. قال لي قال لي انا كل ماده اقف عليك اشيلها لك وقطع لي الورقة. هو بجد الكلام ده ولا بتهزر يا اسطى؟ يا اسطى بقول لك ايه، دي حاجة ما فيهاش هزار يا بلاطي، دي حاجة ما فيهاش هزار. بقول لك ايه، قول. انا مش هينفع اقول لهم يا اسطى وابويا ان انا ما حليتش حاجة في الامتحان. انا يا اسطى ينفع يا اسطى تكلم لي باباك او مامتك يجوا معايا بكرة الجامعة عندي معايا يعني معايا وكده، وانا وانا اللي هدفع الفلوس يعني يعني فاهم؟ مش هيدفع حاجه فاهم؟ بس انا يعني يا عمي طب اسمع الاول، ازاي انت ابوك اسمه صلاح وانا اسمه اشرف؟ يا عم عادي، خالي يا عمي اي حد يا اسطى. في ايه يا اسطى؟ يا اسطى التاني مش عايز تقف معايا يا اسطى؟ والله عايز اساعدك بس مش عارف يا اسطى. ده قطع لي الورقه يا اسطى، انا مش هخرج يا اسطى، مش هروح يا اسطى بقيه الامتحانات يا اسطى، انا هسقطها كلها يا عم. عيد السنه وخلاص. ليه يا عم؟ مش عارف مش عارف ايه القرف ده. طب انت فين يا اسطى؟ سيبني يا اسطى، انا في البيت يا اسطى ومخنوق خانقه ومش هخرج مش هخرج. طب انا بجيب حاجات وشويه كده هطلع واجيلك يا عم. شويه كده ايه يا اسطى؟ ما تجيليش يا اسطى ما تجيليش، خلاص. بقول لك شايل الماده، بقول لك يا اسطى انا شايل الماده، وانت عمال تهزر وتاخد كلامي هزار ليه يا اسطى؟ انا مش بهزر يا اسطى. ما انت على طول ما بتذاكرش يا يوسف. هو انت كل شويه ولا ايه يا يوسف؟ انت برضك نفس الموقف ده حصل معاك السنه اللي فاتت. هو كل سنه يا اسطى يا اسطى. وانا يا اسطى من امتى يا اسطى؟ في حد فينا اصلا بيذاكر يا اسطى؟ وبعدين في حد في جامعه بيذاكر؟ بيبقى خلاص يا اسطى انا ورايا شغل يا اسطى، ورايا يا اسطى قسط تليفونات وحاجات كتير في البيت يا اسطى، فلازم انزل الشغل. وانا الشغل ولا المعهد والجامعه والمدرسه وحاجات ايه ده؟ انا مش فاهم يا اسطى. الامتحانات جت لي على فجاه، انا ما كنتش عارف اصلا ان انا عليها ايه مادتين النهارده بجد. والله يا اسطى سيبني يا اسطى سيبني عشان انا مخنوق بجد. المهم يعني المهم بقول لك ايه، بقول لك يا بلاطه ايه، انا يا اسطى حد جه يسال عليا يا اسطى بعد كده، قول له قول له جو مش هيخرج من بيته تاني وخلاص، انا هقفل. اه سلام. هتقفل يا اسطى؟ انت هتقفل في وشي يا اسطى؟ ما خلاص بقى يا اسطى يا عمي نعد. بص يا جدعان، هو عامة بعد الحوار دوت انا عارف هو هيعمل ايه. هو عامة الواد ده بيحبني قوي بيحبني قوي، انا عارف ان هو هيجي البيت ويفضل يخبط تمام،
بصوا يعني انا مش عارف رد فيه ولا ايه، لما لقيني بضحك في وشه. انا عامه افتح له الباب وانا بضحك في وشه، اللي هو ايه، ان انا بعمل فيك مقلب على طول، واخد التليفون واجري عامه شايف قدامه. بصوا انا هستنى اشوف هيعمل ايه تاني، لو رن عليا هوريكو، ما رنش على وجهي على البيت هوريكو برضه. ماشي يلا بقى نكمل الفيديو. ميه ميه، لا يا عم انا مش قلت لك يا اسطى انا مش هخرج يا اسطى؟ ما تكلمني يا اسطى، انت خايف ولا تعرف كورونا ولا ايه؟ انا مش قلت لك مش هخرج يا عم؟ ايه يا اسطى عايز ايه يا اسطى؟ عايز ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ انت بتصور؟ ما تهزرش يا جو يا اسطى، انا كلمت ابويا يا اسطى. وبعدين انت مصحيني يا اسطى، انت شايف وشي عامل ازاي يا اسطى؟ بتصور يا اسطى؟ انا مش عارف يا جو انت مالك يا عم، انا مش عارف انت بتستعبط يا اسطى. يلا يا اسطى كده امشي يا اسطى، يلا يا عم. طب يا اسطى فيها ايه يا اسطى يعني؟ يا عم انا كلمت ابويا، بدل ما تقول لي، بدل ما تقول لي قلقتني عليك ومش عارف فين فين الصحاب. يا عم قلقتلك ايه يا عم؟ تسكت بقى يا عم. قلقتلي ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ ده عيب يا عم اللي انت بتقوله. انت بتصحيني يا اسطى، خلي يا عم. طب الناس بص، بص دلوقتي يا اسطى، الناس تقول علينا ايه يا اسطى؟ الناس تقول علينا ايه دلوقتي اما انت تقول لي انا قلعتلك؟ قلعتلك ايه يا اسطى؟ عيب يا اسطى اللي انت بتقوله ده يا عم. عادي بقى احنا اخوات بقى. ما تبجنش يا اسطى، ما تتكلمش معايا يا اسطى، انا همشي يا اسطى. يا عم تعالى تعالى بس يا ابني، تعالى تعالى يا يا ابني تعالى يا ابني تعالى. مش هخرج وراك انا، بص لابس ايه، مش هخرج يا ابني. خد يا ابني تعالى، خش جوه. خش ايه يا اسطى؟ تعالى بس تعالى تعالى، عايز انام. تعالى بص انا خارج حافي، بص خارج حافي. تعالى خش انجز، خش تعالى. يا عم في ايه يا عم؟ انت شايف انت متضايق من ايه؟ مش عارف يعني. لا ما انت عندك بيت تنام فيه، انت عندك بيت تنام فيه. يس اسكت يا اسطى. طب بص يا جدعان، لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عايزين نكمل في حوار المقالب دوت اكتبوا لي برضك في الكومنتات اخواتي.